أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عماد مصطفى كنيش، شريك ومؤسس في شركة الوصل لصيانة أحواض السباحة. أستاذ عماد، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. بداية حابين نرحب فيك، وحابين أيضا نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. يا سيدي أهلا وسهلا فيكم. أول شيء أهلا وسهلا فيك. شرفتونا. معكم عماد مصطفى كنيش، أنا مدير وشريك في شركة الوصل لصيانة أحواض السباحة. شركة الوصل هي شركة نطمح أن تكون عند يعني حسن الظن إن شاء الله يا رب العالمين. حابين أيضا نتعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في شركة الوصل، شو نوع الخدمات اللي بتقدموها للعملاء؟ الخدمات نحن عندنا تنظيف أحواض السباحة، تعقيم، صيانة، تشييك دوري على المضخات والمعدات والفلاتر، وتشييك كامل بشكل عام على المسبح وحوله. ممتاز. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات في جميع مجالات العمل، حابين أيضا نتعرف عن المميز عندك عن باقي المنافسين. التميز نحن أول شيء إرضاء العميل. أكيد. يعني هدفنا الأول هو إرضاء العميل بغض النظر عن الربحية. الشيء الثاني طال عمرك عم نحاول نوصل لمنابع توريد. يعني يجيب البضاعة الأوكي الكواليتي بسعر منافس، لأنه فعلا مثل ما حكيت منافسة قوية جدا في الإمارات. طبعا. ومنافسين أقوياء. طبعا. خبرنا أيضا عن الهدف اللي راسمينه في السنين الجاية، شو الخطة المستقبلية اللي حاطينها؟ نحن أهدافنا كبداية كنا شركة بسيطة كتنظيف وتعقيم وصيانة أحواض السباحة. مستقبلا إن شاء الله، وبدينا فيها من السنة الماضية، في إنشاء المسابح. إنشاء المسابح صيانة عامة، وإن شاء الله خطتنا المستقبلية هي تطوير الشركة وفتح فروع في كافة أنحاء الدولة. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق والتميز، وإن شاء الله مو بس في أنحاء الدولة، في أنحاء الخليج وأنحاء العالم أيضا. جاي الدور إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نحن عندنا نية نطلع برا دبي إن شاء الله، يعني في حال صحنا عقود إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله مستقبلا ناويين ان شاء الله. يا رب الله يطرح لكم البركه يا رب. الله يحفظك. حابين نتكلم بما انه نحن في دوله الامن والامان، دوله الامارات، كيف ممكن الامن والامان يساعد على استقطاب مستثمرين من خارج الدوله؟ كيف ممكن يساعد ايضا على استقرار السوق اللي احنا فيه موجودين حاليا؟ والله صراحه الله يحمي البلاد. امين يا رب العالمين. وما شاء الله بلد للاستثمار، يعني انا بقول لك يعني درجه اولى. صحيح. يعني الحمد لله ما بنطلب شيء الا بنحصله. سهولة بالإنجاز، إنجاز المعاملات في تراخيص. يعني تخيل هذه الرخصة أنا ما كلفتني وقت أكثر من نص ساعة، كنت خالص أنا. يعني سهولة في المعاملات والورق في الحكومة. جدا جدا جدا. بعدين ما يعني ما بتتخيل أنت قدر اللي أنت يعني الحكومة بتقدم لك شيء أنت بتكون عم تخطط له، بتكون الحكومة قدمته. صحيح. يعني قبل ما تطلبه بتكون الحكومة قدمت لك. يعني صحيح. يعني نحن ببالنا شيء وكأنه هي عم تدرس. مجرد ما طرحت الفكرة بتكون بدل تنفيذ. يعني سبحان الله عايشين معنا. طبيعي طبيعي. دائما ما قدمت دولة الإمارات أرض خصبة لجميع المستثمرين وجميع الاستثمارات. أكيد. من خارج أنحاء الدولة أو حتى من داخل أنحاء من داخل الدولة. أكيد. نفسها. طبعا أستاذ عماد، لازم نتشكر شيوخ وحكام دولة الإمارات على هالمجهودات الرائعة اللي قدمونا إياها في دولة الإمارات، من أمن وأمان، من سهولة في التعامل مع جميع الحكومة أو حتى الأوراق الحكومية اللي كنا نعملها لحتى نفتح رخصة، لحتى أنه إحنا نستثمر في الدولة. بنحب أيضا إحنا نوجه لهم رسالة شكر من برنامج رواد الأعمال ومن طاقم عمل برنامج رواد الأعمال ومن أيضا شركة الوصل ومن السيد عماد. أكيد واجب طال عمرك. الله يجزاهم بالخير. يعني شيوخ الإمارات كلهم، أنا بتشكر الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، وبترحم على شيوخ الإمارات المؤسسين الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ خليفة، الله يرحمهم ويعوضهم من الجنة ويحفظ حكام الإمارات جميع إن شاء الله يا رب، ويديم نعمة الأمن والأمان علينا وعلى جميع المواطنين والوافدين. حابين أشكرك على ظهورك معنا اليوم. كان لنا الشرف في مقابلتك اليوم. وحابين نتعرف أيضا في نهاية الحلقة قبل ما ننهي الحلقة على كيفية الوصول والتواصل لشركة الوصل لأحواض السباحة. نحن طال عمرك الوصول عندنا أكثر ما يمكن عن طريق كلام من العملاء مالنا. يعني أنا هدفي الأسماء أنه يجيني زبون هو اللي يجيب لي اللي بعده. والزبون الحمد لله عم يجيب لنا 10. لكن نحن عندنا عدة منافس، يعني كدعاية وإعلام عبر الويب سايت، الفيسبوك، الانستغرام، المكالمات دايركت على موبايلي، على موبايل العمال المهندسين. يعني طبعا جميع أرقام التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي،
ايضا الموقع الالكتروني سوف يظهر اسفل الشاشه ان شاء الله. باذن نشكرك مره اخرى على ظهورك معنا اليوم، نورتنا ونورت البرنامج. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.